بسم الله الرحمن الرحيم. قامت مؤسسة الشجرة الطيبة بتحقيق وطباعة ونشر مجموعة من الكتب القيمة لآل الشيرازي الكرام باللغة العربية والفارسية والإنجليزية، منها كتب للمرجع الديني الراحل السيد محمد الحسيني الشيرازي أعلى الله درجاته، وكتب للشهيد السيد حسن الحسيني الشيرازي قدس سره، وكتب للسيد محمد رضا الحسيني الشيرازي أعلى الله درجاته، وكتب للسيد جعفر الحسيني الشيرازي دامت بركاته، وكتب أخرى. كما قامت المؤسسة في قسم الصوتيات والمرئيات بتسجيل وبث دروس ومحاضرات الأعلام من آل الشيرازي تبلغ أكثر من 4000 ساعة. ليصلكم كل جديد يمكنكم الاشتراك في قناة مؤسسة الشجرة الطيبة على اليوتيوب باللغة العربية والفارسية، وقد تجاوزت برامجها 8000 حلقة. مؤسسة الشجرة الطيبة لنشر ثقافة أهل البيت عليهم السلام.